بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة عن الصفات. هنتكلم النهاردة عن الصفات وهنتكلم عن المقارنة باستخدام صيغة المقارنة. يبقى عندنا صفات صفة يعني adjective، صفات adjectives، المقارنة comparative. عندنا أول شيء ناخد الأول elephant 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 tiger tiger. طبعا احنا هنقارن، هنوصفهم الأول وبعدين هنقارن بينهم. هقول elephant is big، an elephant is big، an elephant is big، a tiger is small. احنا انا دلوقتي بتكلم عن كل واحد بنفسه مش بقارنهم ببعض. هقول تاني an elephant is big، a tiger is small. تمام. طيب نشوف بقى ازاي هنستخدم صيغة الكومباريتيف وهي المقارنة بين الاتنين. هقول ايه؟ A tiger is smaller than an elephant. A tiger is smaller than an elephant. النمر أصغر من الفيل. طيب an elephant is bigger than an elephant is bigger than a tiger. An elephant is bigger than a tiger. طبعا هنا a tiger. اوكي a tiger. عندنا بعد كده lake ocean. هنقارن بين lake البحيرة و ocean المحيط. طيب نشوف نقول ايه. The ocean is wider than the lake. The ocean is wider than the lake. المحيط بيكون اكثر اتساعا من البحيرة. طيب تعالوا نشوف بقى نقارن نبدأ بالمحيط ونقارن ونقول ايه. The ocean is deeper than the lake. طبعا احنا محددين الايه، احنا دلوقتي بنقارن بين اتنين. هنلاحظ ان احنا بنضيف er than، طبعا دي مع الصفات القصيرة. احنا بنتكلم النهارده عن ايه، عن مش بنستخدم كل الصفات لكن بنتكلم عن الصفات، بعض الصفات وهي الصفات القصيرة. طيب mountain Everest mountain Catherine، جبل إيفرست وجبل كاترين. نقارن بينهم الاثنين ونقول mountain Everest is higher than mount Catherine. زودنا ER، ضفنا ER للصفة وبعدين than، معناها أعلى من. mountain Everest is higher than mountain Catherine. طيب احنا عندنا دلوقتي عندنا بنتين، عندنا سهى وعندنا ندى. نلاحظ ان سهى طويلة، سهى is tall وندى is short. نلاحظ ان لو عندنا الفاعل مفرد هنستخدم is، تمام. لو جمع هنستخدم are. لو انا بتكلم عن نفسي اقول am I am I am taller than my brother. My brother is shorter than my sister مثلا. طيب to compare between two things، احنا بنقارن اتنين هنا. طبعا ممكن نقارن مثلا مش لازم شخصين، ممكن نقارن مثلا فصلين ببعض. الفصل ده اشطر من الفصل ده، المجموعة دي افضل من المجموعة دي. طيب نشوف البنتين اللي عندنا، سهى is tall، بتكلم عنها لوحدها مش بقارنها بحد، ونقول ندى is short، ندى قصيرة. يبقى هنقول ايه، سهى is taller than ندى. زودنا er وبعدين than بعد الصفة مع وجود is لان عندنا مفرد، وبعدين نشوف لو هنبدأ بندى هنقول ايه، ندى is shorter than سهى. زودنا er لشورت اصبحت shorter لان بتكلم عن صيغة المقارنة comparative. تمام. طيب عندنا هنا صورتين، صورة الويل a whale الحوت، an elephant الفيل، وعندنا صفة big. تعالوا نشوف ازاي هنستخدم صفة big للمقارنة بين الحوت والفيل. The whale is bigger than the elephant. طبعا احنا عندنا هنا الصفة لما تكون صفة قصيرة تنتهي بحرف ساكن وقبلها حرف علة، بنعمل ايه، بنعمل حاجة اسمها doubling للحرف الأخير. يبقى the whale is bigger than the elephant. تمام. لو هنبدأ بإليفنت هنقول
the elephant is هنقول ايه smallest smallest smaller than. لو هنقارن الفيل بالحوت هنقول the elephant is smaller than the whale. طب لو هنقول مثلا الفأر أصغر حيوان هنقول the rat is the smallest مثلا. لو احنا عندنا في الصورة كمان هنا فأر مثلا أو نمر أو كذا بنقارنه بقى بالتلاتة هنقول إن هو إيه الأصغر ده، يبقى هنقول the tiger is the smallest. هنتكلم عنها في درس لاحق إن شاء الله، لكن إيه يعني لأن أنا قلتها فحبيت بس أوضح. آخر مرة the whale is bigger than the elephant. The elephant is smaller than the whale. نستخدم صفة slow مع snail ومع turtle. The snail is slower than the turtle. The snail is slower than the turtle. طب لو هستخدم turtle أقول إيه؟ The turtle is faster than the snail. Faster than. طب لو عندنا حاجة بقى أبطأ من الاتنين هقول إيه؟ هنقول الحاجة دي مثلا ونقول إيه؟ is the slowest. طب لو الأسرع هنقول إيه؟ نقول مثلا the rabbit مثلا. The rabbit is the fastest. تمام؟ بس بنشير للإيه؟ للدرس القادم إن شاء الله. المهم هنركز في درسنا ونقول إن هو comparative للمرة يعني نوضح كمان يعني إن هو comparative المقارنة مع الصفات القصيرة تحديدا. The snail is slower than the turtle. The turtle is faster than the snail. طيب نشوف بقى عندنا summer وضحى وعندنا صفة happy، ونلاحظ إن happy بتنتهي بالواي. طيب إذا كان عندنا حرف الواي وقبله حرف أو صوت ساكن فإحنا في الحالة ديت بنحذف الواي وبتحول لآي ونضيف ER. لاحظ إن هنا إن summer أكثر سعادة من ضحى مثلا، وإن كانت يعني نتوقع ذلك يعني نقول summer is happier than ضحى. summer is happier than ضحى. اوكي يبقى ناخد بالنا الواي اذا سبقها حرف ساكن صوت ساكن فاحنا بنغيرها الاي وبنضيف اي ار. واحنا برضو بذكركم ان احنا في ايه في المقارنه في الكومباريتيف. طيب تعالوا نشوف بعض الصفات وازاي نحولها لصيغه الكومباريتيف comparative form. big bigger than hot hotter than. طبعا نلاحظ طبعا احنا عندنا ايه هنشرح بسرعه كده ونقول ان الجي حرف ساكن consonant وقبله vowel فبن ايه بنعمل doubling للحرف الاخير وبنكتب than. طيب hot hotter than الحرف هنا تي ساكن وقبله حرف عله يبقى بنعمل doubling او تضعيف للحرف الاخير. deep deeper than بيك كبير هوت حار ديب عميق هاي مرتفع وايد عريض لونج طويل. بيج بيجر ذان كبير اكبر من هوت حار هوتر ذان اكثر حرارة من ديب عميق ديبر ذان اكثر عمقا من هاي مرتفع هاير ذان اكثر ارتفاعا من وايد عريض وايدر ذان. هنا ضفنا بس الار تمام لان احنا عندنا حب الفعل الحرف الاي فقلنا وايد عريض وايدر ذان اكثر عرضا من لونج طويل لونجر ذان اكثر طولا من. تمام طيب نشوف بعض الامثله. ذا تشيتا ها وعندنا وي هاف ا تشيتا اند ا هورس عندنا التشيتا الفهد والنمر والحصان. هنقول ايه ذا تشيتا از فاستر ذان ذا هورس وقارن هنا الاثنين ببعض. تمام احنا طبعا كنا ممكن نكتب هنا فاست او فاستر زين لكن ايه لكن الموضوع الحمد لله دلوقتي اعتقد انه اكثر سهوله. طيب نشوف شيماء وعلا نقول ايه شيماء is older than علا شيماء is older than علا. طيب نشوف بقى ازاي ممكن نكون جمله. عندنا كلمات غير مرتبه ونشوف put the sentence in the put the words in the correct order. هنقول ايه عندنا الاول scarer the shark then is the dolphin. نبدأ الأول بالاسم ونشوف احنا عاوزين نقول ايه. هنقول مثلا ان القرش بيكون مخيف اكثر من الدولفين لازم المعنى يكون متسق مع طبعا ايه مع الصفة اللي بنستخدمها. The shark is scarier than the dolphin. تمام
بقارن هنا الشارك بالايه؟ بالدولفين، القرش بالدولفين. طيب عندنا the cheetah slower is than the sheep، اكيد هنا صفة slower بطيء، واحنا عندنا اكيد ان الخروف ابطأ من الفهد، فاكيد هبدأ بايه؟ the sheep، اقول the sheep is slower than the cheetah. تمام. طيب نشوف المثال، المثال اللي بعده، than is larger the snake the worm، مين الاكبر؟ يعني احنا عندنا صفة larger الاكبر من، عندنا snake الثعبان وعندنا worm الدودة، اكيد الثعبان هو الاكبر، فهنبدأ بذا snake ونقول the snake is larger than the worm. طيب تعالوا نشوف مع بعض برضو مثال، بعض الامثلة. young، احنا عاوزين هنا بقى نستخدم young في المقارنة، هنقول ايه؟ عندنا سارة وعندنا منى، عاوزين نقول الاصغر، هنقول منى is younger than سارة او سارة، زودنا اي ار وبعدين than. نشوف بعد كده عندنا هافي، واتفقنا مع بعض اذا كان في عندنا حرف الواي ويسبقه وقبله صوت ساكن كونسوننت، يبقى احنا هنحوله الاي وبعدين نزود اي ار. عندنا الفيل وعندنا الايه؟ قطه، هنقول the elephant is heavier than the cat، is heavier than the cat. تمام. طيب نشوف بقى صفه angry، وصفه angry برضو بواي وقبلها صوت ساكن. تمام. فاحنا عندنا هنا بنقارن نادر بعلي ونقول نادر is angrier than علي. تمام. حذفنا الواي وحذفنا اي وبعد حولناها الاي وبعدين زودنا اي ار. تمام. وبشكركم ونلتقي ان شاء الله في الدرس ان شاء الله القادم، اتمنى لكم التوفيق.